الجحوشية هوية البكك الإقليمية. يتعرض إقليم كردستان لهجمة شرسة من كافة وسائل إعلام البككة وسياسيها وعموم مؤسساتها الذكورية والنسوية وقدم برلمانيها وإعلاميها وغيرهم، ومما لا شك فيه أن الهجوم يستهدف نضال البارزان الدؤوب. ورغم تجنب وسائل إعلام البككة الناشرة باللغة الكردية بعض شيء هذه المعركة الشرسة التي أشغلتها البككة نظرا لحساسية الشعب الكردي، إلا أن قسم اللغة التركية في إعلامها تأسس على معاداه البارزان ومحاربته. وآخر حملاتها الهوجاء انطلقت عقب المشاهد التي انتشرت على وسائل الإعلام المحلية والإقليمية لزيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني لتركيا في محاولة منها لتنظيم حملة دعائية استنكارية منددة لها. فقام صحيفة أوزغور بوليتيكا والتي تذاع باللغة التركية بنشر صور اللقاء الذي جمع البارزاني برئيس الجمهورية التركية أردوغان تحت منشأة جردفان أي الجحش. وهنا ينبغي إفشاء حقيقة بكل صراحة ووضوح، ألا وهي أننا عندما نبحث عن جحش في كردستان فالبككة أكبر الجحوش فيها. والحقيقة هي أن الوقت قد حان لإطلاق لقب الجحش على البككة بشكل رسمي وعلني، بل كان الأولى إطلاق هذه التسمية عليها عندما قامت بارتداء زي الحج الشعبي في شنغال ورفعها العلم العراقي هناك. آنذاك كان من المفروض على الرأي العام الكردي تعريف البككة بجماعة المرتزقة والجحوش في كافة أجزاء كردستان. أما الآن فينبغي إطلاق هذه التسمية رسميا على هذه التنظيمات، وأن يقال بأن البككة حركة جحوشية وميليشيات مرتزقة، والجحوشية هويتها الإقليمية رسميا، فهي تأسست لخدمة الدول الأربعة المحتلة لكردستان ضد أي مكتسبات أو تطلعات كردية. كما ينبغي إفشاء حقيقة الأب الحقيقي للبككة رغم ازدواجية الوالد بين كل من تركيا وإيران، فالبككة مرتبطة بتركيا عن طريق سرتها عبد الله أوجلان، بينما ارتباطها بإيران فهو عن طريق جميل بايك، بمعنى أنها ترضع من هاتين المرضعتين وتتلقى أوامرها من هذين المركزين. ولو تم قطع أحد هذين الحبلين السريين لانتهت البككة وقضي عليها بالكامل. ولهذا فالبككة ضمنة لأجندات هاتين الدولتين. فعندما حظي أقليم كردستان بموطئ قدم في أسواق النفط العالمية عقب الحرب الروسية على أوكرانيا، هذا الوضع المستحدث لم يتماشى مع رغبات إيران وتركيا، ما أدى لعدوان ثلاثي تركي وإيراني وبككي على أقليم كردستان. فالأمر لم يكن حدثا مفاجئا إطلاقا، فوظيفة البككة تنحصر في عدم فسح المجال لبناء إقليم قوي ومزدهر. ولو منيت بالفشل في أداء مهامها هذه فلا بد أن تسدد فواتير باهظة لأولياء أمورها تركيا وإيران. لذا فهي تعادي الإقليم بكل ما أوتيت من قوة، بل هي على أتم الاستعداد للتدمير نفسها لتحقيق هذا الهدف. فهي تحرف كل حقيقة رأسا على عقب بأكاذيبها وافتراءاتها. مثال ذلك زيارة مسرور بارزاني لأنقرة، فكان من المفروض أن تعد الزيارة مصدر فخر وشرف لكل كردي، فالزيارة بحد ذاتها مكسب وطني وقومي. فقبل 100 عام مضت وبعد انتفاضة أجري، الجمهورية التركية التي كتبت آنذاك كردستان الخيالية مدفونة هنا، أجبرت اليوم على استقبال سياسيين وقياديين كردي على مستوى رئيس الجمهورية. فتركيا التي رفضت إقليم كردستان عام 92 ولم تعترف به هي اليوم مرغمة على تطوير علاقاتها الدبلوماسية مع إقليم كردستان وتتعامل معه كند وجار. فيستقبل رئيس جمهوريتها رئيس وزراء كردي لإقليم كردستان. وهل هناك شكوك أن هذا مكسب عظيم للشعب الكردي؟ نعم، هذا المكسب مكسب لعموم الكرد، فكيف لا نفتخر به؟ علما أن الدولة التركية لم ترغب بالوضع القائم ولم تطب به نفسا ولو ليوم واحد، وجميعنا يعلم هذا كما يدرك الزعماء وقادة إقليم كردستان هذا الأمر جيدا. غير أن البككة لم تتقبل الاعتراف بحقيقة أن إقليم كردستان بات أقوى من تركيا في أسواق النفط العالمية وأكثرها فاعلية. نعم، نملك ردودا وفيرة لكل من يقلل من هذا اللقاء ويحاول تشويه إطاره، إلا أن الأهم هو أن يفتخر الكرد بوصول نفطهم لأسواق النفط العالمية وأن تشهد هذا الإقبال العظيم.
فبداية باستطاعتنا أن نجزم أن الموقف العدواني للبكك تجاه إقليم كردستان وسيناريوهات المفبركة والمضللة التي تحيكها لا يستفيد منها أحد سوى إيران وتركيا، فكافة تنظيمات البكك تسير وفق أجندات هذه الدول في إقليم كردستان، ولا تسمح لأجواء الاستقرار أن تخيم على إقليم كردستان حتى يزاول الإقليم سياسته المعتدلة والمرنة. كما أن العداوة المفرطة لإيران تجاه إقليم كردستان إنما هي بسبب وجود البكك، فالبكك استولت على المفصل الرئيسي لسياسة الإقليم تجاه إيران. كما عقدت البكك كثيرا من محاولات الإقليم الرامية لبناء علاقات طبيعية ومتوازنة مع تركيا وعرقلتها. فكما قال عبد الله أوجلان لتركيا في سجنه بإمرالي: لن نسمح للبارزاني بتنفس الصعداء، سنجبرهم على الالتجاء إليكم. فكذلك كرر جميل بايك نفس أقواله لإيران. فالسبب الحقيقي وراء شن البكك لهذا الكم الهائل من الهجمات على إقليم كردستان بجانب أعظم قوتين إقليميتين إنما هو لإرسال رسالة لهما مفادها: إنني هنا، لن أسمح لكم بالاحتياج للبارزاني، بل سأخنقهم، فلا وجود لإقليم كردستان. فالحق أن ما تفعله البكك يتعدى أطر الجحوشية والارتزاق بأشواط، فهي تقتات على الاعتداء على الكرد. فلا تفسيرات لعداوة البكك لإقليم كردستان سوى ما ذكرناه، ولا توجد أي أسباب منطقية أو تغييرات براغماتية، بل السبب الوحيد هو أن البكك ترى وجودها على دمار الكرد كما بنت وجودها على القضاء على إقليم كردستان. فمنذ عام 2000 ولغاية الآن لم يستشهد أي جريل على يد بيشمركة كردستان، كما لم يقدم بيشمركة كردستان أي معلومات للجيش التركي، والبكك تعلم هذا جيدا، إلا أنها وكما قلنا تقتات على الأكاذيب والافتراءات. فهناك أطراف إقليمية ودولية معادية للكرد تقف وراء هجمات البكك على إقليم كردستان، ونحن نعرف هذا حق المعرفة. وأما ما تنشر البكك من ادعاءات حول حقوق المرأة والمساواة والأزمات الاقتصادية والديمقراطية كلها محض أكاذيب وافتراءات، بل الحقيقة الكامنة وراء هجمات البكك العدواني على إقليم كردستان هو وقوفها في جبهة من يحاول القضاء على الإقليم. ولهذا نقول وبلا أدنى تردد إن البكك حركة ارتزاق وجحوشية مرتبطة بإيران وتركيا عن طريق سرتها.